اتقلي اغنية جديدة لرونين عطلة. نتعرف على تفاصيلها من رونين. مرحبا رونين. على ارشاد الله يسعدك. هاي اول اغنية لإلك؟ ايوه اول اغنية، اول عمل خاص. بتتغزل فيها؟ بتقول لها اتقلي؟ ايوه بالضبط اتقلي. اغنية من الحان الاستاذ احمد بركات، كلمات نور الحسن، توزيع ميكس ماستر زاهر ديز. احمد بركات ملحن لبناني معروف، الباقي كمان معروف من لبنان؟ كلهم من لبنان. وكيف وصلتك الاغنية؟ كيف تعرفت عليهن؟ صراحة عندي صديق بدي اوجه له تحية كمان من هون اللي ساعدني، وكان حد دائما الاخ باسل الخزمي، عنده علاقات؟ ايوه، وانا وي اصحابي كثير وتعرفنا على الملحن. سمعت اكثر من اغنية ولا هاي الاولى اللي عجبتك واخذتها؟ لا سمعت صراحة اكثر من اغنية. صورت لك كليب كمان، احكي لي وين هالمناظر الحلوة؟ صورنا في الهضبة. شو ردود الفعل عم تاخذها على الغناي وعلى الكليب؟ شو بيقولوا لك الناس؟ ردود الفعل بتجنن، بجنن كثير يعني، كان في عليها اقبال بجنن وانعجبت من الجميع. وارقام حلوه لله. كمان وارقام حلوه. انت من اي بلد رونين؟ انا من يركا. من يركا. وفي لك خلفيه موسيقيه؟ تعلمت موسيقى ولا هاي اول تجربه لك؟ صراحه بتعلم هون عندنا في المعهد في يركا، يعني بلش جديد من سنتين، قلت بشوف هيك في ملان اغاني خاصه انه عم تطلع على مطربين محليين وهيك وحلو الاشي، فتعرفت على مثل ما قلت لك على الاشخاص وشفنا الاغنيه وحبناها وغنيناها. حلو. انت اول طريقك طبعا، مين الفنان اللي من عندنا من البلاد بتحب نجاحه او بتشوف انه ممكن توصل له او بتطمح توصل له؟ صراحه في كثير فنانين جامدين عندنا في البلاد وحلوين كثير، بس اللي عمل بصمه خاصه هيك حلوه هي الطنوس. في طبعا بيركا اكثر من فنان، بعرفش اذا هني بيقربوا لك ولا لا، كلكم من كل جيل واحد. وقام عطله ونجم عطله، وقام اكبر مني بتقدرني يمكن بثلاث سنين، كلنا بنقرب بعض. حلو. فكركم تغنوا مع بعض مثلا شيء اغنيه ولا مش وارده هالفكره؟ ان شاء الله لو في كثير مجال. طب مين برعاك فنيا؟ مين بيهتم بامورك الفنيه ولا انت مسؤول عن كل هالامور هاي؟ صراحه هسه انا بعدني مهتم في كل الامور يعني. احكي لنا شوي عن الخلفيه الموسيقيه تاعتك، مين بتحب، مين بتسمع، من مين تاثرت فنيا؟ فنيا متاثر من وديع الصافي كثير، بحب وديع الصافي، وبنسمع كل يعني المضربين القدام وبنسمع جديد كمان. نختم مع الأغنية مرة جديدة، وفي غاني جديدة على الطريق، بدك تحكي لنا إذا في مشاريع جديدة كمان؟ إن شاء الله قريب في كثير مفاجآت وفي أعمال خاصة رح يكون وكفرات إن شاء الله. الأغنية طبعا بتتنافس بفن فنانين بالسباق وعم تحصل على مراتب متقدمة، فكرك رح توصل الأولى؟ إن شاء الله بإذن الله وبهمت الناس أكيد. وأنا من عندك أخ شادي بدي أشكر كل اللي دعموني واللي حبوا الأغنية واللي نشروها، وشكرا لك أخ شادي حبيبي. شكرا رونين عطلة، انبسطنا أنه تعرفنا عليك اليوم، بالنجاح بانتظار مزيد من الأعمال حبيب. شكرا، نهارك حلو، إلى اللقاء. تتقالي علي بيحقلك إنك تتقالي.